حي الكوثر بمدينة تعز نموذج للأحياء التي تحاصرها الحرب، فيما يمضي سكانها أيامهم ولياليهم في حذر لا ينقطع من مفاجأة مميتة تحملها قذيفة هاون أو هاوزر يطلقها مجرمو الميليشيا من مناطق تمركزهم في شرق المدينة. ادريش استمر الحاره هذه مستهدف، لان دائما يجي لنا القذائف لقم بيت ريحنا، خايفين بالليل بالنهار ما فيش امان نجلس. كل واحد من سكان هذا الحي لديه سفر كامل من قصص لا تنتهي مع المعاناه في ظل انعدام الادوات المتاحه لمواجهه الحد الادنى من متطلبات العيش. هذا الشاب انقطع عن الدراسه في المعهد الوطني للعلوم الاداريه الذي تحول الى ثكنه عسكريه، وتفرغ لتأمين حاجة عائلته للمياه وقلبه يعمر بالرضا رغم قلة ذات اليد. الوضع اللي عايشين به الآن نحن وضع لا يحسن عين، وضع الأخير، والحمد لله عاد الواحد الآن عايش. وهذا المدرس غادر منزله المستأجر مكرها والتحق مع زوجته وأولاده بمنزل والده لا يلوي على شيء، وأمله أن تصل إليه يد العون بعد أن انقطع مرتبه منذ 7 أشهر. ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش، مش عارف يعني إيش الأسباب. حق المساعدة بالدولار هذه سجلوا كلهم بالحارة، عندنا إلا بالحق مش مسجلين كلهم. كم لك أسر في البيت؟ 3 أسر، نحن 3 أسر. كم يحتوي كل أنا أسر؟ أنا لحالي معي 6 أطفال، تخيل. يعني ما قدرش لحد الآن يعني والله أجد لهم لا حق دواء ولا حق الغذاء ولا حق شيء. وهذه المرأة وحيدة في هذا الحي تواجه بشجاعة مرض السرطان، وتكتفي بالنزر اليسير من الدواء الذي يصلها بصورة متقطعة من محسن له علاقة بأكبر بيت تجاري في المدينة. تعبنا وتبهدلنا كل هله. قال صحة طلبوا عمل لا لقينا العلاج، لا لقينا دواني أطلبوا. أركب له هنا لقيت سيارة وأركب له لقينا وقمنا وصلنا عند الصيدلية وطلب كل يوم مسرح ما حدا طلبوا العلاج معدوم هذا حق التنفس. فعلني هربنا مع الحش فراش ولا حاجة. هربنا بس الآن نرقد له بالقاع ما نرقدش بحاجة. هذه الطفلة نزحت مع جزء من عائلتها من حي برباشا إلى هذا الحي والتحقت بمنزل جدها. توقفت عن الدراسة بسبب قلة الإمكانيات، ولا تزال تحتفظ بذكريات عن قناصة الميليشيا في تبة الدفاع الذين أجبروها وعائلتها على النزوح. وهؤلاء الصغيرات انخرطن في مهمة لتأمين حاجة أسرهن إلى مياه الشرب التي تأتي بصورة متقطعة إلى هذا الحي. جسس أبناء نفتقع لما يجي قذائف كم جنب بيتنا. جينا بعد رحنا البيت قالوا نحن رقدنا لأنه بيتنا نحن قالوا رصاص قذائف صاروخ ونحن افتقعنا. لا تأمن هذه الوجوه البريئة على نفسها، فالقذائف لا تكاد تتوقف أبدا. في هذا الحي تنعكس صورة تعز المفعمة بالنضال والكفاح من أجل الحرية، المكشوفة على رصاص وقذائف القتلة المنسية في زحمة الانشغال الأممي بجمع الأموال التي لا تصل إلى هؤلاء المثقلين بالحرمان.